للحديث ينضم إلينا المختص في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك معنا دكتور نبيل في أخبار المملكة. بعد التضارب الأخير كما تعلم للتصريحات بشأن المسودة من الجهات الثلاث المعنية، أين فعلا تبرز العودة الحقيقية للاتفاق والمفاوضات؟ شكرا جزيلا لكم. يعني في واقع الأمر باتت الأمور أكثر تعقيدا، خاصة أن إيران هي باتت تفاوض من أجل المفاوضات، وهي تمارس سياسة كسب الوقت لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات على الصعيد النووي. يبدو الأمور قد تتجه أريج إلى التصعيد خلال المرحلة القليلة القادمة، خاصة أن الجانب الإيراني قد قدم كثير من المطالب التي اعتبرت تعجيزية. الإيرانيين يريدون العودة إلى الاتفاق اللي تم إبرامه في العام 2015 مقابل رفع كامل لكافة العقوبات التي تم فرضها على إيران. هذه العقوبات سواء كانت عقوبات نووية أم على الحرس الثوري الإيراني أم عقوبات تطال دور إيران المزعزع للأمن والاستقرار عبر مداخل الأزمات الإقليمية ودعمها للإرهاب. بالتالي هي لا تريد توسيع هذا الاتفاق كما تريد الدول الضامنة لهذا الاتفاق، لأنه العودة إلى الاتفاق حسب رؤية هذه الدول هي ناقصة بامتياز. عواصم صنع القرار الإقليمي والدولي تريد تعديل هذا الاتفاق وفق ثلاث مسارات أساسية. المسار الأول هو معالجة الثغرات الموجودة في الاتفاق النووي بما يضمن عدم عسكرة إيران لهذا البرنامج. الأمر الثاني أريج هو معالجة البرنامج الصاروخي الإيراني والطائرات المسيرة الذي بات يشكل تهديد إقليمي ودولي غير مسبوق، بالإضافة إلى دور إيران المزعزع للأمن والاستقرار عبر وجودها من خلال ميليشياتها الموازية والجيوش الموازية التي قامت بإنشائها عبر الحريق الإقليمي. الإيرانيون بعتقد أنه سوف يعودون بمطالب أعلى وسقف أعلى. صحيح أن هنالك محاولة لحل حالة بعض القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هناك كثير من القضايا التي لا زالت عالقة، مثل وجود يورانيوم عالي التخصيب على بعض أجهزة الطرد المركزية، تجارب الملح الأخضر، وجود فقدان لكثير من الأفلام التي تم تصويرها عبر كاميرات المراقبة، وهذا يشي بكثير دعيني أسميه من الشبهات في البرنامج النووي الإيراني التي تحتاج إجابات واضحة وشفافة حول حقيقة ما يجري. طيب دكتور نبيل، إيران تقول أن هناك تقدم، واشنطن تقول هناك تراجع، أيضا يعني القوى الأوروبية تقول بأنه لابد من الوصول إلى حل، بالتالي أين نحن الآن من هذه المفاوضات؟ يعني هنالك أنباء متضاربة، لا نعرف حقيقة ما جرى خلف الأبواب في الجولة السابعة من فيينا، لكن الكثير من المؤشرات والمعطيات تتحدث على أن الأمور لا تبشر بخير. كان بالإمكان أريج الاتفاق والبدء من النقطة التي انتهت إليها المفاوضات الجولة السادسة في مرحلة الرئيس روحاني، عندما تعهدت الدول الكبرى برفع أكثر من 1000 من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران من مجموع 1637 عقوبة، لكن الإيرانيون غيروا الخطة، جاءوا بمطالب جديدة، أعادوا المجتمع الدولي إلى نقطة الصفر، بدأوا يتحدثوا عن كثير من القضايا التي تدخل في إطار الجدل ومحاولة كسب الوقت. وفي تقديري أن الإيرانيين الآن باتوا أقرب من أي مرحلة سبقت باتجاه عسكرة برنامجها النووي، وربما السعي إلى الوصول إلى إنتاج القنبلة الذرية، خاصة مع حديث رئيس الوكالة الطاقة الذرية لإيران فريدون عباسي عندما تحدث إلى التلفزيون الإيراني قبيل ذهاب الوفد الإيراني إلى جولة المفاوضات. تحدث على أن محسن فخري زاده العالم النووي الإيراني الذي تم اغتياله وضع منهج وخارطة الطريق لصناعة القنبلة الذرية. اليوم الإيرانيين وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن تجربة صاروخية لإطلاق صاروخ إلى الفضاء، وبالتالي هذا سوف يتعدى 2000 كيلومتر، وهذا مخالف للقرارات الدولية ويشي بأن إيران ماضية في سياسة حافة الهوية. طب في ظل المساعي للوصول إلى تهدئة، أين ما الهدف يعني من كل فرض الولايات المتحدة لهذه العقوبات والمزيد من العقوبات على أفراد وكيانات إيرانية؟ يعني سؤال مهم أريج. أنا أعتقد أنه هذا يأتي في إطار ممارسة مزيد من الضغوط على الجانب الإيراني لإجبار الجلوس على طاولة المفاوضات. الإيرانيون في موقف لا يحسدوا عليه على الصعيد الاقتصادي الداخلي، إحنا نتحدث عن
40 مليون إيراني تحت خط الفقر، نتحدث عن 12 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي، نتحدث عن أيضا انهيار للعملة الوطنية التومان، فقدت أكثر من 400% من قيمتها. اليوم نتحدث عن وصول الدولار إلى أكثر من 31 ألف تومان، ازدياد نسبة التضخم إلى أكثر من 89%، وبالتالي هم أمام معطيات خطيرة، خاصة مع حديث عدد من المسؤولين الإيرانيين في مقدمتهم الرئيس السابق أحمدي نجاد والرئيس محمد خاتمي من اندلاع الاحتجاجات في إيران وتفجر الوضع الداخلي في أي لحظة. وبالتالي أنا لا أعرف على ماذا يراهن الإيرانيون، هل يراهنون على الاتفاق المبرم مع الصين، اتفاق 25 عام، ولا على توقيع اتفاق استراتيجي مع الجانب الروسي؟ لكن هذا لن يكون، ما سوف يكون على حساب المصالح الأمن القومي الإيراني، خصوصا في ظل وجود معارضة شعبية وحزبية وأيضا نخبوية لهذا الاتفاق، لأنه يذكر الإيرانيين كما قالوا بمحاولة احتلال جديدة لإيران من خلال ما يعرف بتشبيهه بمعاهدة تركمانشاي التي وقعتها إيران سابقا مع روسيا. وبالتالي أنا بعتقد أنه خيار التلويح بهذا الاتفاق أمام الضغوط الغربية ولمواجهتها لن يكون ذا فعالية كبيرة، خصوصا أنه في حال فرض عقوبات على الشركات الروسية والصينية وفي حال موازنة هذه الدول لمصالحها مع الجانب الإيراني على حساب علاقاتها مع الدول الغربية، سوف تختار في نهاية المطاف علاقاتها مع الغرب. أنا بستغرب من التصريحات المسؤول الصيني والروسي المتفائلة بهذه الجولة، لأنه حديث الإيرانيين هو حديث واضح. اليوم كان يتحدث عن فشل كبير بهذه الجولة من المفاوضات، وبالتالي تحدثوا على أن الأمور لا تبشر بخير، والصحف وسائل الإعلام وحتى وسائل الإعلام الإصلاحية تتحدث عن ضرورة فتح حوار مباشر مع الجانب الأمريكي لتلافي أي ضربة، خصوصا مع وجود متغير إسرائيلي ضاغط واحتمالية توجيه ضربة عسكرية أو استئناف عمليات التخريب ضد المنشآت النووية الإيرانية مجددا. طيب برأيك ما هو المطلوب الآن للعودة للمفاوضات والاتفاق وجولة ثامنة إذا ما صح التعبير ليتم الوصول فعلا إلى حل ومسودة يمكن تطبيقها؟ يعني أريد المطلوب هو موافقة إيران على ضرورة تعديل الاتفاق والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن، لأن المجتمع الغربي في نهاية المطاف لن يقبل كما ذكرت لك قبل قليل العودة للاتفاق اللي تم إبرامه في العام 2015. الأمر الثاني قبول إيراني بضرورة الرفع المتدرج للعقوبات، وهذا الرفع المتدرج هو ضمان التزام إيران بما تم الاتفاق عليه. الجانب الثالث والمهم أيضا أن يكون هنالك، دعيني أسمي، شفافية إيرانية وثقة في الجانب الإيراني، لأن الإيرانيين يعني عودون على سياسة الغموض النووي. إذا كنت بتذكر يا أريج أنه الإيرانيين لم يصفحوا كثيرا عما كان يدور من نشاطات إيرانية، كانت عملية الإعلان مثلا عن منشأة فوردو تم من خلال وجود وكالات استخباراتية ومعلومات تتحدث عن إنشاء إيران لمنشآت نووية موازية، تم هنالك تجارب نووية ما يعرف بتجارب الملح الأخضر التي تستخدم في التفجيرات النووية، وجود أيضا أمور غير مفهومة مثل نسبة تخصيب على بعض أجهزة الطرد المركزي وصلت إلى 90%. إيران لم تقدم إجابات واضحة، وبالتالي هي ماضية فيما يعرف بعسكرة برنامجها النووي. وبعتقد أن الإيرانيين باتت القنبلة النووية وضرورة الوصول إلى صناعتها ضرورة استراتيجية، لأنه حتى حديث الإعلام الإيراني واضح في هذا المجال عندما تحدثوا على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لتضرب العراق في العام 2003 وتقوم باحتلاله لو كانت الحكومة العراقية والدولة العراقية تمتلك القنبلة النووية. وبالتالي أنا بعتقد هي مسألة وقت حتى تقوم إيران بتبشير العالم بما يسمى بصناعة القنبلة النووية، وهذا سوف يدخل المنطقة في أتون دعيني أسمي سباق التسلح بشكل غير مسبوق في المنطقة وفي الإقليم. المختص في الشأن الإيراني دكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك.